مرحبا أحبائي الصغار، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. هيا يا أحبائي، فلتحضروا قلم رصاص لنتعرف إلى الحرف راء. في المرحلة الأولى سنكتشف الحرف وصوته. في المرحلة الثانية سنتعرف إلى شكل الحرف. أما في المرحلة الثالثة فسنميز الحرف من بين الحروف ونتعلم كتابته. هل أنتم جاهزون يا أحبائي؟ هيا استمعوا معي إلى قصة الحرف راء. خرج رامي ليتجول في الحديقة. رأى رامي شجرة الرمان. يحب رامي الرمان كثيرا. أحضر رامي حجرا صغيرا ورماه على حبة الرمان. سقطت حبة الرمان على الأرض. فرح رامي بحبة الرمان وأكلها. هل أعجبتكم القصة يا أحبائي؟ إذن تعالوا لنتعرف إلى الرمان. انظروا إلى كلمة رمان، بماذا تبدأ؟ تبدأ بصوت الحرف ر. رمان، رمان. هذا رجل، رجل. انظروا إلى كلمة رجل، تبدأ بحرف ر. هذه ريشة، ريشة. تبدأ كلمة ريشة بالحرف راء. هذا رأس، رأس. تبدأ كلمة رأس بالحرف راء. وكذلك كلمة رمل، ر ر رمل. تبدأ بحرف الراء. هيا يا أحبائي، ما رأيكم أن نلعب ألعابا جميلة ومفيدة؟ اللعبة الأولى صورة وحرف. انظروا يا أحبائي، هنا لدينا صورتين: ركبة، شمس. أي صورة فيها الحرف راء؟ ركبة أم شمس؟ ركبة. أحسنتم. وهنا أيضا بالون، رفش. في أي كلمة نسمع صوت الحرف راء؟ رفش. ممتاز. رسالة، قلم. أي كلمة تبدأ بالحرف راء؟ رسالة. ممتاز يا أحبائي. والآن اللعبة الثانية، لعبة الأسماء. هذه ربا، هذا فادي، هذه سهى، وهذا رامي. انظروا يا أحبائي، أي الأسماء يبدأ بحرف الراء؟ هل تبدأ ربا بحرف الراء؟ أحسنتم. هل يبدأ اسم فادي بحرف راء؟ لا. هل يبدأ اسم سهى بحرف راء؟ لا. هل يبدأ اسم رامي بحرف الراء؟
بوركتم يا أحبائي. أحسنتم عملا. والآن يا أحبائي مع البطاقة، أصيلوا حرف الراء بالصور التي تبدأ به. نستعمل قلم الرصاص في هذه البطاقة، وفي النهاية نكون اليوم قد تعرفنا إلى صوت الحرف راء، وسنتدرب أكثر من خلال مشاهدة الفيديو أكثر من مرة، تنفيذ البطاقة وإرسال صورتها لمعلمتي. إلى اللقاء يا أحبائي.